دي الأغنية اللي عملتوها بعد ما واحد صاحبكو توفى. بالظبط، هي الفكرة في الأغنية إن هي بتخلي الواحد يفكر تاني، يستمتع بكل حاجة دلوقتي قدامه، لأن ممكن ما تبقاش فيه فرصة تانية إن هو يستمتع بيها. اسمها مية مية، كانت هتفرق في الوداع. لو كنت بس ساعتها عارف إن دي المرة الأخيرة، مية مية كانت هتفرق في الوداع. كنت هحضن سندس اللي في تانية تالت عالمشاعر، واحنا طلعين من لجان بعد آخر امتحان. واسألها لو بتشوف فلان، طب فهمة مدت مس إيمان، طب ينفع أبقى أجيلكوا عادي قصدي يعني البيت يساع. لو كنت بس ساعتها عارف كانت هتفرق في الوداع. كل الشوارع والمباني اللي مش هدخلها تاني، والأغاني اللي لما سمعتها دندنتها من مرة واحدة بالسماع. هي كل حاجة كسبتها أو سبتها، ملحدش أشبع منها اكمنها. قالت هنروح من بعض فين يا ناس يا عبد يا عشمانين، فرصة تانية للقاء بطلوا أوهام بقى. وودعوا كل حاجة بتعملوها وكل حد بتشوفوه. عيشوا مشاهد كل مشهد زي ما يكون الأخير، اشبعوا ساعة الوداع واحضنوا الحاجة بضمير. ده اللي فاضل مش كتير، اللي فاضل مش كتير.